الرحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. اللهم أنت ارحمنا وتبارك لنا وتفرج عنا همنا وكربنا وبلائنا يا أرحم الراحمين. الإسلام والمسلمين. آمين. شافي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. عافنا وعافهم. آمين. شافنا وشافهم. آمين. ونزل من القرآن الشفاء والعافية والرحمة والبركة يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وفقنا لمرضاتك وطاعتك والعمل على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. آمين. تقبل دعانا يا أرحم الراحمين. آمين. ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات. آمين. المؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان إلا فرجا إلا فرشته. آمين. ولا هما إلا فرشته. آمين. ولا مسكينا إلا رزقته. آمين. ولا مريضا إلا شافيته. آمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات. آمين. المؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. آمين. اللهم بارك لنا ولجميع أرحم الراحمين خاصة وخصوصا. اللهم بارك لعبيد الله لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم وفق لمرضاتك يا أرحم الراحمين. واجعل حياته سعيدة بالأفراح والمسرات. واجعل له ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بركة الأنبياء والأولياء والصالحين خاصة وخصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. نهدي ثواب سورة الفاتحة. آمين.